أول شيء يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم أعزائنا المتابعين والمشاهدين. خلينا بالأول نعمل لايف، نعمل شير لهيدي الحلقة القيمة أكيدة من مدينتنا مدينة ديربون، وبتأمل من كل المشاهدين يعملوا شير لأهميتها وأهمية الموضوع اليوم. أول شيء أنا خليني أعمل شير، طلعنا ولا بعد؟ ها طلعنا، نعمل شير أكيد على صفحتنا ومنبلش. يعطيكم العافية أكيد يا أعزائنا المستمعين والمشاهدين والمتابعين بحديث أجيالي وليس البلد مثل ما انحطت بأول مرة. نحن حديث أجيالي منجيب مواضيع تختص بالجالية عنا تنقدر نحكي فيها، تنقدر نحكي فيها ونعالجها مع المسؤولين أو الناس اللي بيكونوا ضيوفنا بهالحلقة، مش بس لمجرد نطلع لايف أو نطلع نتحدث مثل ما البعض بيتهمنا أو بيتهم الميديا أنه بيطلعوا بس بتنظروا علينا. لا، نحن منحاول قد ما فينا نشوف وين الخطأ ونقدر نصلحه أو نشتغل عليه، وخاصة نحن بجاليتنا عم تكبر وعم تختلط بجاليات أخرى. قبل ما بلش في شغلتين بدي أحكي فيهم لنطلع على موضوعنا لليوم على السريع. كل الناس عم تحذر من لعبة الميمو، بدنا نحذر منها، بنرجع مرة جديدة. يعني اليوم من بعد الصبح أنا كان عندي لايف وعم بحكي فيها، اتفاجأت أنه في دموزيل أو مدام دقت لي، ابنه بالمدرسة إجا رفيقه قعد حد منه وقال له ليك لازم أنت تنفذ كل شيء بتقوله هيدي اللعبة الدمو، وتعمل سكراتش لحالك لأنه إذا ما عملتها بدهم يقتلوا لك أهلك. فالأم اتصلت بالإدارة قالوا له نحن ما فينا نحكي مع الطفل يلي قال لابنك إلا بموافقة أهله، وهذا إيش يعني أنه تقريبا حسب القوانين تبع المدارس، بس بدنا ننتبه أكثر من أولادنا وننبههم كتير منيح. زائدا في عندي كمان شغلة تانية، أكيد من حي سعادة الأنصل مدام سوزان اللي طلبت مننا أنه نقول أنه حيصير في استقبال لكل شخص بالجالية عنده أي مشكلة، عنده أي وراء بيقدر ينزل، حيكون في تقريبا اجتماع يعني أسبوعي تفتح الأبواب لكل الناس باستقبال. هي دائما فتحين أبوابهم، بس ولكن هيدا اللقاء كل نهار جمعة بيكون مباشر مع سعادة الأنصل وبتخطبهم دغري، وأي شخص عنده أي مشكلة بيحاولوا حلوله إياها. فتحية لها أكيدة وتحية لكل شخص بيشتغل بالجيلي. حلقتنا لليوم أكيدة هي اللغة العربية، هوية اللغة العربية بمدينة ديربون يلي صرنا عم نفقدها، حتى صرنا عم نضطر نحكي إنجليزي مع أولادنا وعم ننسى اللغة العربية. إلى أين؟ بدنا نعرف وين. أكيد اليوم ضيفينا للحلقة أو ضيفنا لهذا اللايف الحلو سعادة السفير دكتور علي عجمي والشاعر دكتور علي عجمي، وخينا وحبيبنا الشاعر زهير علوية اللي كلنا بنعرفه ناشط على صعيد على كل الأصعدة. فأهلا وسهلا فيكم، ما حنخدها شوية رسمية القصة، خلينا نخدها عادية، هيدي اسمها حديث الجالية. دكتور بدي بلش من عندك، الهوية العربية واللغة قديش عم يأثر عنا بالجالية، وين صارت اللغة العربية بجاليتنا، وخاصة انه في رجال كتير يعني كبار بيعرفوا اللغة العربية ولكن الجيل الجديد كليا بعيد عن اللغة العربية. اول شيء مساء الخير لك ولا خينا ابو عباس. في اشكالية حقيقية عم نواجهها بالجالية، مش بس اللي بتعلق باللغة، بهويتنا بشكل عام، بجذورنا. للأسف كل ما نو عم يمرق زمان عم نحس أنه عم تنقطع أوصال الجذور اللي بتربطنا بهويتنا بحضارتنا بثقافتنا بتراثنا اللي بدك إياه. هلأ في محاولات كتيرة عم تنشغل على صعيد الجالية، محاولة إنعاش هيك مسألة، محاولة الحد من ضياع. إذا بنستمر بهذا المسار سيأتي يوم لن تجد أحد في هذه الجالية يتكلم لغة عربية وبحكيها بالفم الملآن وعلانية. طب مين المسؤول طالما أنه كلكم عفوا يعني كلنا ما يشاع بالجالية أنه ما لو في كبار على أكيد كل الناس
تختلف الآراء بالجالية. ناس بيقولوا إن والله الجالية في عندك كبار وناس معنيين، وناس بيقولوا لا كل واحد مسؤول عن نفسه. مين المسؤول كجالية يعني كترابط ناس اللي إجوا أقدمية على جالية يعملوا هذا الترابط وما يتتفكك هذه الأمور؟ يعني عفوا كلنا بنعرف بالجالية الأرمنية عنده لغة الأم قبل كل العالم، وما بيروحوا يعني على أي دولة بالعالم لغة الأم أولا، بيحكوا لغة الأم. مش بس الأرمن، الأرمن الصينيين اليهود هذه اللغة. نحن بتعرف مشكلتنا عباس وين؟ أنه نحن نفتخر كوننا صرنا والله أمريكانز يا خيب، وهذا قايلة بأكثر من مكان. ليس خطأ أن تكون أمريكيا أو أي جنسية أخرى، وليس خطأ أن تتقن أي لغة من لغات التاريخ والعالم، ولكن الخطأ أن تنسى نفسك، أن تنسى هويتك، أن تنسى لغتك. مين بيتحمل مسؤولية؟ كلنا. طب أنا بدي أسأل السؤال أكيد لخينا أبو الزوز، نفسه السؤال اللي سألته للدكتور، أين لغتنا العربية في وقتنا الحالي هلأ؟ وين اللغة؟ أول شيء تحية لك وتحية للدكتور علي وتحية للأستاذ حسين وتحية للموقع، يعني العملية يتيح الفرصة أنه نقدر نحكي مع ناسنا ومع أهلنا. أنا الحقيقة بمقدمة برنامجك كنت عمالي تحكي عن لعبة الميمو. بغض النظر عن اللعبة، أنا برأيي في عنا مشكلة، ومشكلة حقيقية عمالي تنعكس على أولادنا بالمدارس وبالبيوت، هي أنه هذه الأجهزة اللي موجودة بندينا قد ما هي مهمة ومفيدة، هي كمان خطيرة جدا بالطريقة اللي بيستعملوها الأولاد. إذا ما كان في عنا إشراف على أولادنا تنشوف على أي مواقع بيفوتوا وشو هي البرامج اللي بيتابعوها. صحيح، بس أبو عباس بس كفي هالنقطة. إيه؟ إذا بتسمح لي، نحن في انقطاع بين بعض الأهل وأولادهم، بتبلش من هون وبتنتهي بالمدارس. في ناس ما بيطلعوا حتى على وضع أولادهم بالمدارس شو عمال يصير معاهم. في ناس بيتلقوا الدعوة تلو الدعوة من المدرسة لحتى يطلعوا يقعدوا مع الأساتذة لحتى يشوفوا مشاكل أولادهم شو هي وما بيطلعوش. هلأ أنا بقدر ظروف بعض الناس، يمكن هون الحياة بتسرقك، يمكن هون المتطلبات المادية لكل بيت بتقتضي بأنه الرجال أو المرأة يكونوا اثنيناتهم بالعمل، ولكن نحن يا شباب ويا صبايا يا أهلنا بهالجالية نحن اتغربنا ونحن بنشتغل بس لحتى نقدر انه نأمن لأولادنا مستقبل أفضل. فإذا نحن عملنا مصاري ودفعنا بلاتنا وخسرنا أولادنا كأنه ما عملنا شيء. لو بقينا بأماكننا هونيك هذه في حالة تكافل اجتماعي ما كنا متنا الجوع، لا نحن ولا أولادنا. أنا بدي أطلب من كل الأهل وصرخة هذه لكل واحد عمال يسمعنا وكل واحد بيسمعنا ينقلها للآخر، اتفاعلوا مع أولادكم أكثر، اطلعوا على أمور أولادكم أكثر، زوروا مدارس أولادكم أكثر، شوفوا أولادكم شو بيتابعوا. نحن يا أخ عباس مسألة اللغة بتبلش من البيت. أنا عندي خبر هلا حقلك إياه هلا من سياق حديثك وصلني اليوم، بس تفضل كمل لي لأنه لأقول للمشاهدين عن شو عم بيحكي كمان أبو عباس ارتباطا بالخبر اللي أنا بدي هلا لكم إياه. مسألة اللغة بتبلش من البيت. نحن الرجل وزوجته بطلوا يحكوا مع أولادهم إلا باللغة اللي الأولاد بيحكوها. أنا في عندي تجربة على المستوى الشخصي، أنا بعرف بأنه اللغة اللي بتخلي الأولاد يتأقلموا بمجتمعهم ويكونوا ناجحين بمجتمعهم هي اللغة اللي بتأهلهم أنهم يتعاطوا مع الآخر بنفس المجتمع، اللي هي اللغة الإنجليزية. بس أنا أولادي كنت مانعهم أنهم يحكوا إنجليزي بقلب البيت، لازم يحكوا عربي، لأنه ما في خوف على الولد اللي بيجي من برا لهون أنه ما يتعلم إنجليزي. رح يتعلم إنجليزي بالمدرسة، رح يتعلم إنجليزي بالشارع، رح يتعلم إنجليزي من خلال التلفزيون، رح يتعلم إنجليزي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي اللي بتابعها. إنه هذه اللغة الإنجليزية ما في خوف إنه يتعلمها، الخوف إنه ينسى لغته، وهذا له تبعات. أنا برأيي إنه في ناس مسؤولين عن هذا الوضع بس
المؤسسات هي أكثر مسؤولية من الأفراد بمعالجة هذا الوضع. المؤسسات وجدت لحتى تقدر تأمن للجالي وأبنائها خدمات على المستوى الديني وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الحقوقي وعلى المستوى التراثي. نحن خوفنا على اللغة العربية مش لأنه والله خايفين أنه ما يطلعش ببيوتنا متنبي أو أبو فراس أو تضيع اللغة اللي يعني نحن خايفين أنه يصير في غربة بيننا وبين أولادنا، لأنه غربة الثقافة هي أهم أنواع الغربة. أنك أنت تكون غريب عن تراثك، تكون غريب عن عاداتك وتقاليدك، بغض النظر عن كل شيء بعدنا نحن ما طلعنا من عاداتنا وتقاليدنا ولا طلعنا من تراثنا. فإذا أولادنا ما تعرفوا على هذا التراث، والوسيلة للتعبير والتواصل هي بالأساس اللغة. فإذا هذه اللغة انقرضت مثل ما تفضل وقال استاذ علي أنه هذا الخوف قائم، فبيبطل في تواصل بين أولادنا وتراثهم وجذورهم وتاريخهم وعاداتهم وتقاليدهم. صح. طب أنا بدي أسأل الدكتور علي، ليش ما يقام، ليش لا يقام مثلا اجتماع للأهالي مع الأولاد، جيبوا أولادكم لنعمل، حضرتك شاعر وفي عنا كتير شعراء هون وأساتذة لغة عربية، ليش ما بينعمل على أنا بديش أنا هلا في ناس بتنتقد، أنا مش هنكون قاعدين، ليه ما بينعمل جلسة جيبوا أولادكم لنحكي نعطيهم درس بالعربي؟ وحيجيك بموضوع أبو عباس، حيجيك بموضوع المدارس، ليش ما بنخرج يعني نعمل كمان بقانون المدارس اللغة العربية؟ ونحن بنعرف إنه يمكن القرآن هو اللغة العربية الأوسع، وخاصة عنه هون قديش اكتسب، قديش عم تكتسب اللغة العربية من حفظ القرآن وتعليمه لأولادنا لحتى يقدروا كمان ينموا هذه اللغة العربية. أنا بدي أقول لك شغلة خي عباس، أول شيء بدي أثني على اللي تفضل فيه زهير، لأنه كلام سليم، الغربة الأقصى هي الغربة، غربة الذات الداخل. أي موضوع يعني لا يمكن أن يحل على كتف أفراد، الذي ينبغي أن يتصدى لهالإشكالية الكبيرة هي المؤسسات. هل في عنا مؤسسة بهالجالي جامعة تستطيع أن تقوم بهذا الدور؟ هل هناك من يجرؤ أن يدعي أنه يمثل هذه الجالية كمؤسسة؟ ما أعرف، أنا بسأل السؤال للكل وأعتقد أن الكل بيعرف الجواب. موضوع دعوة الأهالي لاجتماع، يمكن بدي أقول لك شغلة يمكن أنت تستغرب وزهير يستغرب، بس هذا واقع. أنا بتعرف حاليا عم بشتغل مسؤول العلاقات العامة، مسؤول علاقات مؤسسة حمادة التعليمية مع الجالية، في عنا 4 مدارس، ومن ضمن الإشكاليات اللي عم نواجهها موضوع اللغة العربية. تعرف عباس، عم يجون أهل عم يعترضوا ليش عم تعلموهن عربي لأولاد عمالي يسقطوا بسبب اللغة العربية. تصدقها هذا؟ ناس لبنانيين أكثر من حالي اجونا، خي ما بدنا نعلم أولادنا عربي، عم تسقطوهن لأنه بالمدارس تبعتنا عباس إلزامي تعليم اللغة العربية حتى حتى للأولاد الأجانب إلزامي ومن ضمن المنهج الأساسي. بتتخيل أنه في أمهات أهل بيجوا بيطالبوا بعدم تعليم أولادهم اللغة العربية؟ عباس في كارثة. أنا عن جد إذا بتعمل كل كارثة، لا بدنا نحكي نحن بدنا نحكي بموضوعية. زهير بيعرف في حالات بقلب البيوت الأهل، بعض الأهل بيحكوش إنجليزي، بس طب الأهل أولادهم بيحكوش عربي، خليني أقول لك كيف عم يتواصلوا. بس خليني أقول لك دكتور، يعني الأهل هولي ما جايين من 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 يعني من الصين، والأهل كلنا بنعرفهم وأنت بتعرفهم حضرتك وكيف بتعرفهم وأنا بعرفهم، يعني هول الأهل عم نتقابل وعم نتلاقى بأفراح وبأحزان. طب ما هوني يعني هوني أهل ديربون، يعني ما جايين من عالم آخر. بس الكلام اللي عم قوله قاله قدام جمع كبير من اللبنانيين بالمدارس باللقاءاتنا مع أهل، عم نقوله وبرجع بكرر اللي قاله زهير واللي أنا أكدت عليه، لابد من أن تكون هناك دور، يكون هناك دور فاعل للمؤسسات. عندنا اسم الله المؤسسات قد ما بدك. طب هلا كل الناس بتقوم مثلا بتلوم
اي شيء بيصير بالجاليه، انا كل العالم ما بتلوم الاهل يمكن على التربيه او على شيء، بلوم المؤسسات الدينيه. لا 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 او أنا المؤسسات بس بدي احكي هون يعني بقول لك الشيوخه او العلماء او الوين. لا لا انا عم بحكي اكيد مش عم بحكي عن حضرتك، عم بحكي بالجاليه ككل. اي حدث معين بصير بيقولوا ها هي تبع الجاليه مثلا، وين في المؤسسات الدينيه تيجي تعلم اولادنا؟ وعم ننسى انه الاساس هو الاهل. اسمح لي شوي بس، اول شغله نحن بنعتز ومنفتخر بكل مؤسسة أنشئت بهذه الجالية، لأنه نحن جالية بتحب أنه تكتمل. إيه؟ نحن اللي أنجزناه شيء مهم جدا، بس بعد فيش عنا رضا عن الوضع اللي نحن فيه لأنه منحب نكون أحسن. نحن مؤسساتنا أنا شخصيا أعتز وأفتخر بأنه قدرت الجالية اللبنانية بالذات والجالية العربية معها انه تعمل مؤسسات لها طابع حقوقي، لها طابع ديني، لها طابع اجتماعي، لها طابع سياسي. في غيرنا من الجاليات اللي اجت ما استطاعت انه تعمل مؤسسة من مؤسساتها. بس انا اللي بدي اقولك اياه، في عدة عوامل ما بالامكان انه نحط الحق على الاهل لحالهم، ولا بالامكان انه نحط الحق على المؤسسات لحالها، ولا بالامكان انه نحط الحق على الافراد لحالهم. ليك نحن في عنا ناس قدراتها المادية ما بتسمح بأنه تسجل أولادها بالمدارس العربية. بالمدارس العربية واحدة من الشغلات اللي نحن منواجهها أنه المدرسة العربية بعيدا عن التشارتر سكولز، يعني أنا هنا بوجه تحية لستنا ولا حمادي ولا الأستاذ علي ولا كل الطاقم اللي بيشتغل هونيك، أنه هن من خلال التشارتر سكولز عمالي يعمموا اللغة العربية. بس إذا أنت بدك تروح على مدرسة بتعلم اللغة العربية بتلاقي انه اقساطها ما بامكانه يتحملها أي الفرد شخص. نو هلا في لا اي شخص عادي انا أي. انت هلا على فكره انت اخذت لي الحلقه اللي بدي اعملها. لا 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 اخذت لي الحلقه اللي بدي اسويها كانت عن المدارس بس، ولكن خلينا نضطر لانه ما بيأثر لانه طالما في افاده لابناء الجاليه. وحده من الشغلات اللي بتعيق عمليه تعلم اللغه هي انه في مدارس ما بالامكان انه يفوتوا عليها اولاد الناس لحتى لي يتعلموا اللغه لانه تكلفه غاليه. ايه عارف اجتني شكوى منها اللي أنا. بالوقت اللي بقول انه الجاليه اللي بتحس بانه لغتها عملت تنقرض وبانه تراثها بخطر وبانه ثقافتها معرضه للاهتزاز بتامن مدارس مجانيه للناس لحتى لي يقدروا يتابعوا ويتعلموا ويحافظوا على لغتهم. اللغة هي وسيلة التعبير الوحيدة اللي موجودة بين البشر تحت لي اتفهم انا وياك او اتفهم انا ومجتمعي او اتفهم انا وحضارتي وانا وثقافتي وانا وتاريخي. في شغلة بسموها اللغة، اذا ما تشكلت هذه اللغة ما بالامكان. بس انا كمان في عندي شغلة تانية يمكن بحس انه مش موجودة بعملية تعليم اللغة. نحن عنا عملية تعليم اللغة تعذيب للأفراد اللي بيروحوا لحتى يتعلموها. ليش؟ لأنه ما عملت تنطرح بنفس الطريقة اللي بتنطرح لهم البرامج الإنجليزية بالمدارس. يعني الولد بالمدرسة في برامج جاهزة ودرست وطبقت وصار الولد يتقبل مضامينها بسلاسة. نحن وهذا مش انتقاد يعني، لا بس انا عمالي ضوي على مسألة انه على طول منربط مسألة اللغة بالدين. ايه ايه صحيح مسألة صحيح. اللغة بالدين صحيح، يعني بيتعلم الولد اللغة من خلال القرآن الكريم، عارف كيف؟ إيه؟ او انه كيف ممكن يقرأ سورة الحمد وكيف ممكن يقرأ سورة البقرة وكيف ممكن يقرأ سورة ياسين. هذا إيه؟ شيء مهم جدا. انا بشجع انه الولاد يتعلموا دينهم، بس انا ما مع انه ترتبط مساله اللغة تعليم اللغه بس بالدين. ايه؟ فما عليك لا في ثقافه في انه اللغه بحد ذاتها، اللغه بحد ذاتها هي اغناء لثقافه اي انسان. يعني انت وقت اللي بتتعلم الانجليزي بالاضافه للعربي انت صرت انسان اخر. كل لسان بتتعلمه اللسان اللغه، يعني كل لسان بانسان، يعني كل ما انت تعلمت لغة جديدة كل ما انضاف عليك انسان اخر، لانه كل لغة ارخت لحضارة معينة، عملت ادب خاص فيها،
عملت شعر خاص فيها، عملت نثر خاص فيها، عملت حركة ثقافية بتختص فيها. فوقت اللي انت بتتعرف على اللغة، كانوا يقولوا بالزمانات انه من تعلم لغة قوم امن شر. هلا شو بدنا بالشر؟ ها نحن بدنا نقول انه صار بيقدر يتعلم لغه قوم، ها عارف كيف بياخذ خيرهم، بياخذ خيرهم، بيتعلم هن كيف بيفكروا، شو ثقافتهم، شو تاريخهم. كل حضاره ولها تاريخ، وكل حضاره ولها لغه. اللغه هي جزء من هويه اي انسان. يعني اليوم مثلا وقت اللي بيقول الشعوب العربيه، دخلك بين الشعوب العربيه شو بيوحد؟ يعني في لغه بلهجات مختلفه، صحيح. بلهجات مختلفة، ما عادش في بيناتنا إلا اللغة. الأهداف تغيرت، وحتى الطباعة تغيرت، والانتماءات تغيرت، والالتزامات تغيرت، بس اللغة ظلت واحدة. اللغة أساس، ولغة جزء من الهوية. أنا أتفضل لأنه أنا لا لا أنا تركك، أنا بحكي كتير. لا لأنه بدي أنا بس تابع شغلي اللي عم قوله على زهير. صحيح أنه يجب لا يعط لا يعني يوضع الحمل كله على أكتاف المؤسسة الدينية. مش المخرج، مش بس باللغة، خلينا طالما حلقتك عن اللغة، خلينا على اللغة. مش بالضرورة أبدا أن يكون المراكز الدينية هي المسؤولة عن تعثر أو عدم النهوض باللغة العربية أو على المستوى اللي عم توصل له. في مؤسسات تانية، في مؤسسات ذات طابع اجتماعي، ذات طابع ثقافي، ذات طابع فكري. أنا بقوله زهير بيعرف، وأنت بتعرف، وحسين بيعرف، أنه نحن عم نمارس ضمن مؤسسة صار عمرها شي سنة اسمها المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون، عم نمارس دور يهدف بشكل أساسي إلى إغناء وإثراء وإحياء اللغة العربية. هذه المؤسسة عم نعمل ندوة شهرية كل أول أربعاء في الشهر عم نصير بالمتحف العربي، نعمل محاضرات متنوعة، نجيب نستضيف شعراء من أبناء الجالي باللغة العربية. طب ليش لا يخصص يوم؟ ليه ما يخصص يوم للمدارس؟ هل الندوات اللي عم تسووها يعني بتتعاملوا مع الإدارات المدرسية؟ ممكن بس عندنا هلا مثلا الحلقة المقبلة يوم الأربعاء الجاي عندنا محاضرة قيمة جدا حول موضوع الإدمان على المخدرات بين البيت والعائلة، بين البيت والمدرسة والمجتمع. وهذا الموضوع جاي دكتور متخصص في هذا المجال، طبيب دكتور عراقي اسمه فائق الأسدي، متخصص بهالمجال. فأنا برأيي هذه المؤسسة عم تلعب دور. هل هي الوحيدة القادرة؟ مأكد لا، نحن عم ناخد دورنا ضمن هذا النطاق. نتمنى أن يتعزز هذا الدور، نتمنى أن تكون في مؤسسات عريقة بالجالي. هذه أيضا هذه المؤسسات ينبغي أن تأخذ دورها. أنا بدي أقول أكيد تحية لك جميع المشاهدين، وتحية للي عم بيسألوا أسئلتهم. أي شخص حابب يسأل أي سؤال بنقدر نقرأ. في عندي سؤال هون من حسن المسرح بس، وأكيد كمان بدي أشكر بيج مايكس يوز أوتو ريبير اللي هو حسين بعلبكة لرعايته هيدي الحلقة، خاصة كنا عم نحكي عن اللغة. في سؤال والخبرية اللي بدي أقولكم إياها، أنا هلأ بدي روح فتش بولادي إذا معهم صار أي شيء ممنوع، لأنه تصوروا أنتوا بالسيفن جريد يجي البوليس يكمش طفل معه مادة مخدرة ويتكلبش ويتاخذ على الحبس. أنا ما حقلكم أي المدرسة، بس اللي بيعرف بلادي وين بيعرف أي مدرسة. يتكلبش الصبي وأخذوه البوليس، وهيدي ظاهرة خطيرة جدا بالسيفن جريد، يعني عمره 14 سنة أو 13 سنة، الصبي معه مادة مخدرة، مخدرة مش مادة يعني أنه مخدرات. فهذا شيء خطير جدا. بس في سؤال هون بدي على هذه النقطه، انا مش هيك قلت لك ذكرتني بالقصه. الولد مش لازم يتكلبش، اللي لازم يتكلبش هن الناس اللي عمال يفوتوا هذه المواد المخدره على المدارس، واللي لازم نحن نتابعهم ونراقبهم ونشوف شو بالامكان نعمل لحمايه اطفالنا. يعني في حمايه بالكريستوود، انا بتذكر يعني في ناس عم بيقولوا انه عم بيحاولوا يحموا شبابنا يمكن بالهاي سكول، بس انت عم تحكي بالميدل سكول. هذا اخطر اليوم. مثلا في انواع من السكاكر عمال يوزعوها للاطفال بتتضمن مواد مخدره. الطفل ما بيعرف انه هذه السكاكر بتتضمن مواد مخدره الى ان يعتاد عليها وتصير بالنسبه له مشكله.
نحن بدنا نعالج المسائل من جذورها. وهون أنا بدي تسمح لي قبل ما أنسى، تفضل تفضل. أنا بدي أثني على بعض المدارس اللي فعلا بتبذل جهود جبارة لحتى لتعلم اللغة العربية. مرات بنشوفهم ومرات ما بنشوفهم. أنا بعرف بأنه يعني في أساتذة من لبنان إجوا لهون في معلمات بجهود شخصية، بنوا مدارس كانت تابعة لمؤسسات دينية، قدروا حكوا مع المدارس الرسمية تبع ديربون. وبعض البرامج الرسمية كان في ساعة ونص أو ساعتين يعلموا فيهم الأطفال، من جملة اللي تعلموا هن ولادي. يعني طب وين صارت هذه الظاهرة؟ بعدهم موجودين هودي المدارس، بعدهم موجودين هودي المدارس. وأنا بنصح الأهالي، وأنا بعرف إنه هذه المدارس يعني في بعضها مش الكل، إنه إذا بتروح لعندهم وبتقلهم إنه أنا مش قادر أدفع القسط لأنه هني عندهم معلمات وبدين يدفعولهم وإلى ما هنالك، بتقلهم مش قادر أدفع القسط، بفوتوا للطالب بشكل مجاني لحتى يتابع تعليم تعلم اللغة العربية. هلأ اليوم نحن ما بدنا نحمل حالنا كتير، ما بدنا نجلد الذات تبعنا كتير. نحن في عنا نشاطات كتيرة، وفي عنا فعاليات كتيرة، وفي عنا مؤسسات بتتحسس المسؤولية، من مؤسسات إعلامية لمؤسسات دينية لمؤسسات مدنية لمؤسسات إلها أي طابع آخر، بس الكل عمال يشتغل. بس بما أنه نحن جاليتنا كبرت وصارت فعلا بتتطلب أكتر من الموجود عنا، عمال نحس بهذا الخلل الفرق يعني. ولكن نحن ماشيين على الدرب الصح، ما نجلد أنفسنا كتير، ونخلينا متأملين بأنه هذه الجالية نقدر نحسن بصورتها. ومش كل واحد بيشوف شغلة سلبية بهذه الجالية يقوم يبلش ينقر عليها ويهدم اللي انبنى، عارف كيف؟ يمكن الأسبوع الماضي أنا كنت عمال أحكي بجلسة لخلان الوفا، أنه في واحد نزل على الساحة رسمي حلو كتير. هلا في لكم انتقاد انتو كمان، عفوا يعني كخلين الوا، مش مني انا يعني، من ابناء الجالي، من ابناء الجالي انه نتقبل كل الانتقادات. انا عم بقول لك انا شو بنحكى، ونحن منا كاملين، انه هيدي اسمه صوت الجالي، حديث الجالي. ما عنا مشكل، هلا مناش نعمل مثل هذا النائب الاردني شو اللي كان عمال يقول انه المفروض انه ينعطى مجال للاخر وكذا، بس واحد انتقد وشلح الجاكيت وهجم. نحن مصيبتنا انه يعني بيقولوا كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلوا، فما ليك. وكبر مقتا عند الله انه ما يكنش في عندك لسان الا بس للانتقاد الهدام، عارف كيف؟ صحيح. يعني اليوم انا كنت عم بحكي لك انه واحد نزل صوره لوحة حلوة جدا جدا، حط فيها كل جهده وحطها بالساحة وحط حد منها قلم أحمر، قال كل واحد مش عاجبه شيء بهالصورة يحط عليه إشارة حمراء. إجا تاني يوم لقاها حمراء كلها انتقادات، فما ليك. فقام رفيقه قال له يا خي تعال حتى نغير الوضع، بدل ما نقول إنه إذا عندك انتقاد حط خط أحمر، قول إنه إذا بإمكانك تعملها لهذه الصورة أجمل أرسم عليها اللي بتلاقي أفضل. مرة أسبوع ما حدنش حط شيء على الصورة، ما حدا بده يحسن بالموجود، بس المنتقلين كتار. أنا بعرف بأنه النقد هو وسيلة لإصلاح المجتمع، بس هذا النقد إذا كان بناء، وإذا كان بس يندعى عباس، إذا أنت عمال تنتقد وضع معين بس تندعى للإصلاح تكون موجود، مش أنه تتخبى بالبيسمنت وما حدنش يشوفك، بس بتحط لي ستاتس على الفيسبوك انه لازم نكون ورشه وحده. نحن بحاجه بالوقت الحالي لحتى نقدر نحفظ لغتنا، لحتى نقدر نحافظ على اولادنا، لحتى نقدر انه نحمي اولادنا اللي عمال يوصلوا لمراتب رفيعه، لحتى نشجع الاخرين بانه يسلكوا هذا الدرب، لحتى نبني جالية فعلا يعتز فيها ونفتخر فيها بعدين، ويفتخروا أولادنا بأنهم كانوا بينتموا إلها. نحن بحاجة لأنه نشبك إلينا ببعض 100%، بس بحاجة لأنه نتكاتف ونتعاون، وغير هيك ما بإمكاننا نوصل على محل. خلينا نشخص الحالة، إذا عنا نقص بالمؤسسات نروح نحكي مع المؤسسات، نروح نقول لهم أنه اللي عمال تعملوه هون منه صح، واللي عمال تعملوه هون المفروض نعززه وهون نقويه. وإلا مسألة الحكي 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 بيخلق جو سلبي ما بالإمكان إنه نصلحه بعدين. صحيح. تعرف زهير
للأسف لحد هلا معظم المحاولات اللي عم نشوفها عم تكون ذات طابع يا فردي يا طابع محدود، ما عمالي نشوف عن جد محاولات واسعة. تعرف في خلل كبير بهالجالية، مش عم ننتقد للهدم، عم ننتقد للبناء. ليس هناك من مرجعية موحدة فاعلة واحدة بهالجالية حتى تلجأ لها. كل المحاولات اللي عم تطلع عم تصير محاولات فردية لا أكثر. طب أنا بكرة مثلا عندي، طب عفوا دكتور ليش ما من عمل مثل ما أنت عم تفضل وتحكي لجنة أو ناس شخصيات معينة؟ هلا بنعرف في انتقادات بالجالية، بنعرف فلان ما بيركب على فلان وفلان ما بيعترف أساسا بفلان، بس ولكن بنهاية نحن عنا يعني مستقبل أولاد. يعني أنا شو بدك فيي؟ يمكن زهير شو بدك راح زهير، بس في أولاد لا وراء هون موجود بعدك، بس في أولاد صغار في مجتمع صغير عم يربى هذا الجيل نيو جيريليشن، هذا الجيل الجديد ما بيعرف اللي أنت بتعرفه واللغة اللي أنت بتعرفها والثقافة اللي أنت بتعرفها، ما بيعرف شيء. طب هيدا لأيمتى؟ ما هيدا بيكون بيقربك وبيقربني وبيقرب أولادنا. لأيمتى؟ ليك أنا بدي أقول لك شغلة، إذا بيتين حد بعضهم ما إلهم نفس رب الأسرة، مش معناته أنه هود البيتين ها ما فيهنش يتفاعلوا ومش بإمكان أنه يتفاهموا. نحن بيكون مهم جدا إذا بنقدر نعمل مثلا لجنة قيادية لهذه الجالية متنوعة متنوعة من كافة المشارب ومن كافة الثقافات الموجودة، ونقدر أنه نبلش نعالج مشاكلنا واحدة ورا الثانية. بس إذا ما قدرنا وصلنا لهون، في كتير وسائل بإمكاننا نتبعها لحتى نحافظ على الموجود ونطوره. فما لي كيف هلأ اليوم مثلا نحن المفروض نبلش نشجع الناس يعني أنه نقول له قديش أهمية أنه البني آدم إذا كان بيمتلك لغة تانية، لأنه أولادنا معش يعني عندهم نفس التوجه اللي عندي إياه أنا. يعني أنا مثلا والله بس تفرجيني صورة قلعة شقيف بنوجع، فما لي كيف بس شوف حجارتها بتألم، بس شوف مثلا بانه طلع العشب ببلادي بحس بالبهجه، فما لك كيف بس شوف انه الورد كسى تله قرنون مثلا بكون سعيد جدا. فما لك كيف بس ابني اذا فرجيته مثلا على هذه الصوره مثلا اللي انا بتاثر فيه قد ما بدك، ها بيقول لك انه انا شايف مثله باب نورث ما اثرتش فيه بالمره. فما لك في عقليه عند اولادنا ومنتاليتي، وفي سيستم موجود بالبلد المفروض انه نبلش نفهمه، المفروض انه نحن نعدل ببرامجنا لحتى لي نوصلها لهذه البرامج بطريقه معينه لاولادنا يقدروا يتقبلوها. فما لك هلا انت قلت انه كنت بالمدارس كانوا يروحوا يعطوا ساعه او ساعه ونص بمدارس ديربون وبعدهم. طيب لانه في عندنا مدارس نحن بديربون تعليم اللغه العربيه، يعني مثل ما حضرتك انت في ناس عندها اقساط عاليه جدا وفي مدارس اسبوعيه. طب هذا الصبي اللي بده يعني يفهم عربي نهار السبت، يعني هو بينطر نهار السبت ليفرح بهذا النهار. في عندنا السبت هلا بتشوف شو موجود عندنا وكيف بامكاننا نطوره. طب ليش ما بنعمل بالمدارس؟ ليش ما بترجعوا للمدارس؟ بياخد ساعة وبدون ولا المدارس بعدها بالمدارس. بس القصة ما فيها إن نحن ما فينا ندخل بالمنهاج الرسمي تبع المدارس الرسمية. نحن بإمكاننا إنه نحكي مع المدارس الرسمية إنه يعطونا ساعة أو ساعة ونص أو ساعتين بعد ما بتخلص البرامج لحتى نقدر نتابع هذه المسألة مع أولادنا. بعد لحد هلأ ما وجدت مؤسسات غير ربحية انه تقدم المصارفات للمعلمين ها والاساتذه، وما فيش عندنا اساتذه ومعلمين متطوعين كتير يعني باللغه العربيه لحتى يجوا يعلموا، واكثر هود الناس بحاجه لانه يعلم ساعه او ساعتين لحتى يقدر يامن قوت عياله. فما لك في عندنا مسائل تتفاعل، يعني ما بامكاننا نجي نقول له للمجتمع كله انت بحق لك تشتغل ومدرس اللغه العربيه بده يقدم لنا وقته ببلاش. فما لك يعني المفروض انه نحن نبلش نوجد صناديق تغذي مشروعاتنا بعيدا عن التبرعات اللي بتروح هون وبتروح هون وبتروح هون، واخر شيء النتيجة تبعها ما عمالي نشوف ايجابياتها الكتيرة على
جليد. على جليد صح. فما عليك يعني اليوم مثلا نحن هلا جايين على موسم تبرعات، فما عليك في مؤسسات كتير كلها عامله قصدك شهر رمضان؟ لانه هلا 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 بهذا الشهر بهذا الشهر في عندنا انا بعرف شهر الربيع مؤسسات، معظم المؤسسات داعيه لفند ريزرز، ونحن بنقول انه عززوا مؤسساتكم وقووها والى ما هنالك. بس كمان بنقول للمؤسسات انه طالما نحن عم نشتغل لحتالي نقويكم، المفروض يكون في عندكم برامج تخدمنا. في سؤال هيك هلا بدك ترد تجاوبني عليه، في سؤال لحسن المصراع بيقول لماذا تقوم المؤسسات الدينية الغير ربحية بإجبار الأهالي على دفع رسوم لتعليم اللغة العربية؟ هلا أنا ما بدي أتدخل بشؤون المؤسسات، يعني ما بدي أقول إنه ليش هالمؤسسة بتعمل هيك وليش هذه المؤسسة بتعمل هيك. نحن اللي منقوله إنه المؤسسات الدينية العمالة تدعمها الجالي المفروض تخصص قسم من وقت هيدا المال اللي بيجي لعندها إذا كان فائض، مش عمال نقول إنه تأخذ من ميزانيتها، بس إذا كان في عندها فائض من المال إنه تسخره لحتى لي تعمل برامج تخدم أبناء هذه الجالية، ومن جملة هذه البرامج هي تعليم اللغة العربية، لأنه نحن في عنا برامج كتير. يعني اليوم مثلا أنا إذا بدي أقول لك شو بحاجة نحن بهذه الجالية، مش بس بحاجة لحتى نتعلم عربي، نحن بحاجة لحتى نتعلم لغة الإنسان، عارف كيف؟ صحيح. اللي بيهتم بأهله. نحن في عنا كتير عجائز وكبار في السن، هود الناس اللي أسسوا لوجودنا هون أحيانا عمال يتبهدلوا بدور معينة وبمجامع معينة لأنه نحن مش عم نتابع أوضاعهم، أو لأنه نحن فيش عنا مؤسسات تستوعبهم. حلو حلقتك أنت، حلقتك مشعبة حلوة، بصير بنطلع من هون بنفوت الله يقدر. أنا بحب هيدي أبو زو أبو عباس، أخذنا على التربية، أخذنا على بس حلوين. أنا أول شيء بدي أشكرك إنك جمعتني أنا والأستاذ علي بهذه الحلقة. حضرتك شاعر والأستاذ علي شاعر، مش هيك. أول شغلة، أول شغلة بس تتعلق المسائل بمسألة اللغة ومسألة التنظير الثقافي، الأستاذ علي هو أستاذنا كلنا أكيد، وأنا شرف كبير لإلي إنه أقعد أنا وياه على نفس الطاولة ويسمح لي إنه أنا أحكي. نعم أنا مبسوطين بحديثك صراحة، واللي أنت عم تحكيه يمكن الدكتور علي حاسس فيه وأنا حاسس، كل أبناء الجالية حاسين فيه، وهذا وجع. هذا مش بس إنه أنت عم تنظر، هذا وجع. بقول شغلة أستاذ علي تفضل. تتم أو تعليق على اللي قاله زهير بخصوص أكثر من نقطة. خي زهير، ما نسمعه الآن هلا هاللحظة وقبل الجمعة وقبل شهر هو نفسه اللي سمعته من 15 سنة أول ما جيت على الجالية. أنا جيت بال 2004 أول ما تعينت أنصل عام بديترويت، نفس الكلام، نحن بحاجة لسينيور سيتيزن هومز، بحاجة لمراكز لمعالجة أو لمساعدة المدمنين على المخدرات إلى بحاجة، لازم يكون بحاجة، لازم يكون. متى نصل إلى اللحظة اللي نبلش نقول هلأ بدنا نعمل؟ بلشنا نعمل، هذه إشكالية كبيرة زهير. بعدنا منكرر نفسنا على مدى 15 سنة ولم نتقدم. بتذكر مرة قلت لك يا يوم حسين لم نتقدم خطوة واحدة نحو التنفيذ. نفس الكلام تسمع من الكل، من الجميع، من كل المؤسسات وكل القيادات وكل الذين يعملون في الحقل الاجتماعي. يا خي عباس فضل، أنت تستطيع أن تتعبد لربك أينما كان، فيك تصلي هون على الكرسي، فيك تطلع على الجامع، فيك تصلي بالكنيسة، فيك تصلي بالشارع، بأي محل، ولكن لا تستطيع أن تعالج مريض إلا بمستشفى، لا تستطيع أن تعالج مدمن إلا بمركز متخصص. صحيح. أمتى بنوصل، أمتى بدنا نوصل لهالقناعة ونبلش نمارسها؟ أن لا نبقى حتى 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 اللغة، حتى اللغة، حتى تعليم اللغة. يا خي مع محبتي واحترامي لجميع المؤسسات والمراكز اللي قال زهير انه هلا نحن مقبلون على، هو دائما، هو دائما انا مش علق انت وزهير، بس هو دائما زهير انا بسمع دائما زهير لا لا بال 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 اليوم
زهير دائما انا بشهد له فيها دائما بوزيتيف، دائما بحب الايجابيه بال ما في حدا قد بوزيتيف. لا لا مش عم نحكي بس في امور عم تصير مثل ما حضرتك تفضلت. زهير ما بيبعد عنا، زهير بيعرفها، ولكن شو العمل؟ يعني شو العمل؟ شو الحل؟ ليك ليك بدي اقول لك، يعني مثل ما تفضل الدكتور علي، كل مرة عم نسمع، ومش بس أنا ولسان حال الدكتور علي، مش بس الدكتور علي، لسان حال الجالية، أبناء الجالية. أنا بقول العمل، شو العمل؟ أنا بقول الحمد لله اللي عمال نسمع، لأنه طالما عمال نسمع، طالما نحن عم نفكر كيف بإمكاننا نوجد الحل. أنا بعرف بأنه في مشاريع بحاجة لإمكانات، وهذه الإمكانات عمالة تنحط بالمواضع الغلط، غير صحيحة، مش الغير صحيحة، بالمواقع الغلط. هلأ نحن لازم نصحح المسار، في إمكانات كتير موجودة بهذه الجالية، المفروض أنه نحن نبلش نوجهها بطريقة صح. عارف كيف؟ أنا بعرف بأنه في ثلة محترمة من الدكاترة عمالة تدرس كيف بالإمكان أنه هن بين بعضهم يعملوا دار للمسنين تكون محترمة، وتقدر أنه تستوعب الناس اللي لازم لها انه تكون بدار المسنين. انا بعرف بانه طب ما في هون خلينا تبع السيتي، خلينا بس كفي، خلينا بس كفي، لانه بعدنا عم نحكي باختلاف الثقافات، فما علي كيف يعني. اليوم نحن لازم نراعي مشاعر اهلنا اللي عندهم ثقافه معينه، بعضهم لحد هلا بيحترموها وبيجلوها، فما علي كيف. في عادات وتقاليد يمكن أنا وياك بإمكاننا أنه نراعيها بطريقة مختلفة، بس أهلنا بعدهم ما بيفهموها بنفس الطريقة اللي أنا وياك بنفهمها. فعلى هذا الأساس أنا بقول أنه خلينا نبادر، كل واحد بيشوف شغلي غلط ولازم يبلش يعمل اتصالاته. يا أخي اليوم مثلا أنا بسمع بأنه في طفل عنده مشكلة بالمدرسة، أنا بروح بقصد المدرسة وبقصد المعلم وبقصد الطفل وبقصد أهله لحتى لي أعرف شو الموضوع، وكيف بالإمكان أنه أنا بادر لحتى لي ساعد، فما عليك. إذا كل واحد منا خلقت عنده هيدي الروحية، رح بتلاقي 4 أو 5 أو 6 أو 10 بتركب عقولهم على بعض وقادرين أنه ينجزوا أي مشروع. نحن مش بالسوق اللي نحن منصوره لأنفسنا، نحن بعدنا الحمد لله بألف خير، بعدنا عمالي ننتج وبعدنا عمالي نعلم، وبعدنا في عنا مدارس بتعلم لغة وبتعلم أخلاق وبتعلم دين وبتعلم يقين وإلى ما هنالك. بس نحن بدنا الأفضل. كيف ممكن نعمل هذا الأفضل؟ عبقول المؤسسات والأفراد لازم تتكاتف جهودهم، لازم يكون في شفافية بالمؤسسات، لحتى في مؤسسات يا أخي ما بإمكانك تفوت عليها، ما بإمكانك تسألها يعني إنه شو عم تعملي، كيف عم تصل. عدوة مش عدوة، بعدوا عنا، ما تدعموها، ما لناش نعادي حدا، بس مش معنى العداوة، بدنا نقدر يعني خلص استسنوها وما تدعموها، كيف تقوم. بدنا نقدر إنه نحنا يعني ما تكون مبادراتنا فردية، بدنا إنه يكون في عنا مبادرات جماعية لحتى لي نقدر نوصل لشفافية بالتعاطي مع المؤسسات، ونقدر انه نوجه هذه المؤسسات بالطريق الصح. يعني انا بدي اطلب من المؤسسات، من على منبرك اذا بيوصل صوتنا للمؤسسات، انه يعطوا دور لهود الشباب بدون ما يتركوهم لحالهم. يعني شو بيصير؟ بيجولك بيقولولك انه الشباب لازم يكون لهم دور فاعل، مزبوط هالحكي، بس بيجوا بتركوهم لهؤلاء الشباب بدون إمكانات، بدون طاقات، بدون شيء، عارف كيف؟ وبيقولوا لهم فلحوا، ما رح يقدروا يفلحوا. بدها تتشابك ليك، في انتقال سلس للسلطة، فما لي كيف؟ في بيكون في عندك جذور، وبيكون في عندك جزع، وبيكون في عندك غصون، وبصير في عندك زهر، وبصير في عندك سمر. ما بإمكانك توصل للسمر دغري، فما لي كيف؟ والعطف كمان بالآخر، إنه ما بإمكانك تلغي الجزع، بتقول إنه خلينا نلغي دور الكبار يا خيي، ما عاش بدنا يون، وبدنا إنه الغصون تزهر وتعطي ثمار، ما بتزبط هيك. في حالة من التعاون لازم تكون موجودة، والتكافل بين
طبقات المجتمع وأعماره وأجياله. بس الكبار عم يضلوا قاعدين يا زهير، ما عم يتعركوا، ما عم يتحركوا. أنا برأيي، أنا برأيي الكبار قد ما عمال يشتغلوا مش عم يتركوا مجال للصغار. يعني ها نحن ما حدا ضد الكبار، بالعكس اللي ما عنده كبير يجيب كبير. بس انا اللي بدي اقول لك بس ولكن عم يضلوا عم ياخذوا وقت ووقت غيره. بدنا نتكامل، بدنا نتكامل، خلينا نشتغل على هذا الاساس، انه لازم لنا انه نتكامل، انه ينترك المجال بانه نشوف هالمؤسسات كيف بالامكان نتفاعل نحن وياها لحتى نعطي نتيجه افضل. ها انه كيف بالامكان نفوت على ميزانياتها يا اخي، نعرف انه كيف عم تنصرف هالمصاري. في مؤسسات صارت ساحبة من هذه الجالية ملايين الدولارات، ما شفنا منها برامج. وينها هذه البرامج؟ فرجونا كيف عمالي تصرفوا هالمصاري، فرجونا. واذا بالامكان انه يعني نتفاعل مع بعضنا لحتى نوجه هالمصاري بطريقة مختلفة، فمالك نوجهها بطريقة مختلفة، انه نقول كيف ممكن تثمر اكتر، كيف ممكن تعطي جاليتنا نتائج اكتر، كيف ممكن تنعكس على حالتنا وعلى مستقبلنا وعلى مستقبل اولادنا بطريقة افضل. انه هذا الموضوع كتير اساسي ومهم، انه نبلش نحكي مع بعض، نحكي نحن والمؤسسات. انا بتذكر عملوا مدرسة بس تفضل. لا بدي هشان نقطة هذه. يلا انا معك، انه للوصول لهالجملة الأفكار الرائعة مطلوب مثل ما تفضلت بدك شفافية من هالمؤسسات اللي سحبت مش ملايين، مئات ملايين دولارات عبر عقود من الزمن. هذه المسألة زهير، أنا بالنسبة إلي مثل ما قال زياد الرحباني، أنفوت نام وصير أحلام أنه بلدنا صارت بلد. والله انا مغرق بهالمساله لانه يا خي مساله عايشينها زهير. صرنا عمر اليوم استاذ علي، انت انسان ها يعني تبوقت مراكز دبلوماسيه، العالم تحترمك، مطرح ما بتروح بيقولوا لك سعاده السفير، بتفوت مطرح ما انا مش بامكاني فوت. انا عم اقول لك انه اليوم كل واحد مينا يحاول يستفيد من الموقع اللي هو فيه من مكانه لحتى نحدث تغيير. بس جالي بدنا مواقع زهير يا خي، ما فينا نستسلم. خلينا يعني نعمل نستسلم، بس هذا موقع جالي، يعني هذا جالي كل الناس فيها، فيها الطبقه العاليه وفيها الطبقه العاديه. بدنا استسلام دليل انه انا عم بشتغل. هلا انا بعرفك تماما اطار الشخصي، عم بشتغل هذا المركز العربي الامريكي للثقافه والفنون، المنتدى الثقافي عندي بكره، وهي شغله هلا بدي ادعيها على الهواء لكل اللي عندي بكره كمان. هذه مبادره فرديه، عامل مؤتمر خاص بالتعليم، مؤتمر حول التعليم، هو المؤتمر الاول الذي يجري باوساط الجاليه وموجه باللغه العربيه والابناء الجاليه العربيه، وراح يشارك فيه. طب ليش ما بتعمل دكتور علي، ليش ما بتبعت مثلا هيدي الشغلات للمدارس او للمؤسسات الدينيه كمان يزيعوا عليا انه المهم. انا من تجربه الاستاذ علي بدي اقول لك شغله. اول ما بلش الاستاذ علي بنشاطه الادبي والثقافي، بلشوا بالمتحف العربي، كان في 4-5 اشخاص. هلا اليوم انت اذا بتروح على نشاطاتهم راح بتلاقي انه في قاعه عم تمتلئ يوم بعد يوم، والناس بس تلاقي حدا عم يبادر. راح بتلاقي الناس بتتجاوب. احنا بدنا البلاد، بدنا الجيل الجديد. اليوم مثلا انت وقت اللي بلشت ببرنامجك هذا، عارف كيف، ويمكن صار بيني وبينك حديث اكثر من مره، انه يا اخي الايجابيه بتعطينا نتيجه، السلبيه ما بتوصلنا على محل. اول ما بلش اذا انت بتسمع الانتقادات اللي كانت عم تتوجه له، انه ولو بتلاقي الاستاذ علي هيدي معروفه بجيل على طول. اسمعني تقول لك شوي، خلينا نبني على الايجاب. اول ما بلش انه بتلاقي بالاستاذ علي يكون في عنده 4 مستمعين أو 5 مستمعين بده، بس هو ما التفت لهذا الموضوع لانه في هدف اسمى، انه نحن نعمم هذه الثقافه العربيه، ننشرها، نسوق لها. فما عليك هلا اليوم انت بتروح بتلاقي ناس، عارف كيف، امبارح ما كانوش اصحاب اهتمام بالشأن الثقافي والادبي والى ما هنالك، بيبذلوا جهود لحتى يكونوا جزء من هالنشاط، مزبوط ولا؟ واذا كل واحد منا ببادر مثل ما بادر الاستاذ علي بمجال معين، يعني مثلا هذيك اليوم كان في عندنا حادثه وتوفى احد الشباب، الله يرحمه ويرحم الشباب الاخرين، وكان في عنده حاله من الادمان، مزبوط ولا لا؟ اهله اول مره في عائله بتجي بتقول انه انا مش مستحيه باللي صار، وانا بدي انه ابني، خليني كمل النقطه، انا بدي انه ابني
يكون سبب لحتى لنعمل نهضة بهذه الجالية وحالة توعية لأبناء هذه الجالية. بتعرف انه من وقتها من وقت اللي عمله اسبوعه وطلع خيه لحتى لي يقول انه انا مثلا عمالي اشتغل لحتى لي ساعد بعملية ايجاد مؤسسات حلو. علاجية والى ما هنالك. من بعد منها انا شخصيا على المستوى الشخصي اجوا لعندي ثلاث عائلات ها بيقولوا لي انه في عنا, وانا بعرفهم من زمان ما كانوا يبلغوني, بيقولوا لي انه في عنا ولد كذا كذا, كيف بالامكان نتعاون لحتى لي نعالجه. فما ليك بس نبلش رح بنلاقي بانه في عنا ناس كتار بتهمها مصلحة هذه الجيل. بس هيدي الحالة استاذ زهير, خليني بس خلينا نقول لك شغلة صغيرة. هيدي الحالة اللي صارت من جمعتين او من شهر لنقول, هيدي حالة من مئات الحالات اللي قبل منا. مزبوط. نفس الحالة مزبوط. وفي ناس اعترفت في ناس ما اعترفت. لا بس لأول مرة ايه. وانا هيك كمان بأكد على اللي قاله, لأول مرة تتجرأ عائله هي طلبت من الشيخ. بس خليني اقول لك المنبر ويحكي عنها. بس خليني اقول لك شغله صغيره, خليني اقول لك شغله صغيره, خليني اقول لك استاذ علي, خليني اقول لك للشغله. هيدي العائله اكيد الله يرحم المصاب كبير, والشخص اللي توفى كان صديق لي يعني. بس هيدي الحاله كانت واضحه يعني, ما كان فيك تقدر تمتصها او تخبيها, كانت واضحه, كانت علنا يعني. في حالات كثير واضحه, في حالات كثير واضحه, ومع ذلك ما فينا بقى نتخبى. هذا عم يحكي ما في بقى نتخبى. هلا كل العالم فيها تتخبى, ها ما فينا نقول هيك. بس مش كل العالم عندها النيه, عندها النيه بانه تصلح. عارف كيف؟ بس تلاقي واحد طلع وقال مخيي حسين هاشم وقت اللي اجى لهون انا تابعت مسيرته من وقت اللي وصل لليوم هذا. عارف كيف؟ اول ما اجى قدر حسين هاشم يخلق بالنادي اللبناني حالة شبابية ما قدرت مؤسسة تعملها بالسابق. راح البرنامج بلشنا بحسين هاشم. هلا يلا, هلا انا عم بعطي امثال لانه هذا كتير اساسي ومهم. المهم ان تبادر. حسين هاشم وقت اللي اجى لهون ما فيش فرنك بجيبته لحتى لي يصرف هو على حاله. فما عليك قدر حسين هاشم اليوم بتفوت انت على مؤسسته وبتلاقي انه مؤسسه يعتز فيها, واليوم انت بتسمع الناس عم يحكوا مع بعض اذا بدك ابنك يقوى خذه لعند حسين هاشم. هودي ناس صادقين, هودي كذا. ادفع لي دعايه رئيس. ها انا اللي بدي اقوله انه حسين بادر, بس تبادر رح بتلاقي انه الناس وراك. فما عليك بس اذا انتقدت بتلاقي يمكن 50,000 واحد بضم صوته لصوتك, بس النتيجة صفر. بس إذا أنت بتبادر بشكل إيجابي رح بتلاقي بعد فترة وجيزة إنه في وراك ناس كتير كلتهم صحيح. حاملين ها معاولهم لحتى ليبنوا مش لحتى ليهدموا. بدي أقول لك شغلة, نحن بأحلى حالاتنا, الجالية العربية بشكل عام بأحلى حالاتها. أنا بدي أقول لك إنه بفترة الثمانينات والتسعينات كانوا إذا طلبوا بدهم حاجب بلدية, حاجب تبرم على البيوت لحتى تلاقي واحد. نحن بأعلى حالاتنا من حيث المراكز. المراكز مش من حيث المراكز. نحن اليوم أولادنا عم يتعلموا, أولادنا كل سنة بتعرف ليش بتخرج من فورتسون ناس بغض النظر انه طلع بفورتسون مثلا واحد بيتعاطى المخدرات ولا بيتعاطاش المخدرات, بس خلينا نطلع صحيح. قديش كم واحد عمال يروحوا على أناربر, وكم واحد عمال يروحوا على هارفارد, وكم واحد عمال يروحوا على وين ستيت, وكم واحد عم بيصيروا صيادله ومهندسين ودكاتره. وخلينا نشوف الجوانب الايجابيه صحيح. ونضوي عليها لحتى الجوانب السلبيه تصير تزم لحالها, تزم لحالها. بس نحن بدنا مبادرات, بدنا مبادرات. في عنا ناس بتبادر, وفي عنا ناس وما في مبادرة بتحاول تحط لها عرائيل. عرائيل صحيح. نحن هودي الناس بغض النظر أنا بحترم رأيهم, فهم علي كيف؟ بديش أصطدم بحدا, أنا بحترم رأي. بس تعوا يا شباب, قصدك رأي الآخر أحسن ما الدليل على الدكتور. الدليل على الدكتور علي. أنا 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 بدي أقول لك شغلة. ليك الدكتور, الدكتور علي وقت اللي كان سفير قدر عمل ها ثورة بعملية التعاطي مع المواطن. الأستاذ علي يمكن ما بيحبش أنه يسمع هذا الحكي, بس أنا بدي أقول لك إياه, كان يقصد الناس على بيوتها تيعمل لها معاملاتها بنصاص الليالي. أنا شاهد على هذا الموضوع. ما كان يقبل أنه مرأة عجوز تجي لعنده لحتى ليمضي لها, كان يروح يقصدها ببيتها لحتى ليمضي لها ويوقع لها. ويمكن هذا خلاف لكل الأعراف الدبلوماسية, بس نحن وقت اللي منصير هيك منكون بلشنا نتعاطى صح مع المسائل.
ايه جيت فكل واحد بده يبادر من جانبه. اذا انت مثلا بتقعد بتشتغل بس بالناس بس في يسألك شغلة بدي لك شغلة من فترة وجيزة كنت اعلامي مشاكس فما لي كيف يعني كل الناس وقت اللي بدها تنظر لك بيقولوا هذا اللي بيكتب على فلان وهذا اللي بيكتب على فلان. اليوم انت صار في عندك ايجابيه معينه صرت عمال تنتج. عم يعمل لك هيك حسين يعني هاشم مزبوط. انا ما بخبيش شيء. انا ما في احلى من المشاكسه يعني لانه المشاكسه من اجل البناء شيء والمشاكسه مره لحتى تمرق امورك الشخصيه شيء والمشاكسه ما إلى فايده بالمره بس بتخلق جو سلبي باللي حواليك شيء ثاني. انا عمال اقول لك اليوم اللي انت بلشت تطرح موضوعات إلها قيمه على المستوى الاجتماعي والثقافي والى ما هنالك في ناس هلا انت اذا بتطلع بتشوف راح بتلاقي انه الناس عمال تتابعك وكل يوم عمال يزيدوا متابعينك وكل ما انت اخذت موضوع بهم ناسك وبهم اهلك وضويت عليه بيكون شيء مهم وكل ما انت مبسوط مظبوط لانه نحن اذا بس بدنا نضلنا نتناول بعض ها عارف كيف. انا برايي كل واحد بيعمل منيح بس انا المفروض انه نشد على ايده. انا هلا انا بدي في رد علي شوي انا دكتور. لا لا ما تردش علي. انا بدي انا مش رد لا مش رد بديش غير موضوع الحلقه. اكيد بس نحن انا كشخص من اي مشاكسه كنت يعني افتعلها من اجل ابناء الجاليه لانه كان همي الوحيد انا كابن جاليه كمان جيت مثل حسين. انا صراحه ماني مصدق ماني مصدق. تفضل خلينا نكفي موضوعنا. تفضل يعني هلا زين خلص بدك تعيط مو لازم بالزوز. ما فيش شك باللي عم يقوله زهير انه في عنا نجاحات بالجاليه وصلت لحد يعني ما كناش نتوقعه وما كانش منتظر. انا لما جيت ب 2004 لهون ما كانش في يمكن الوحيد اللي كان الكتد اوفيشال كان عبد هيدوس. عبد هيدوس فيش غيره. هلا الحمد لله كم قديش عدد القضاة قديش عدد الكونسل سيتي كونسل ممبرز قديش عدد بكل وصلوا ناسنا لمستويات عن جد تقدر واخرتهم كانت بنتي فدوى علوية حمود المنصب اللي وصلته عن جد فخر للجالية. ولكن هذا بعدنا كتير عن جوهر الموضوع الأساسي للحلقة. صحيح. ناجحين في مكان لا شك في ذلك ولكن ما مقدار نجاحنا بالحفاظ على هويتنا بالحفاظ على هويتنا. قلت لك سيد زهير علوية الذي عنده متشعب الافكار. انا مع المبادرات الفرديه يعني بعد شوي كان حيفوت بالسياسه يعني اذا لاحظت انت. انا عفوا بس بدي اقول لك شغله. نحن مساله اللغه مثل مساله الناس الكبار بالسن مثل مسألة المخدرات هذه واحدة من المشاكل اللي عمالة تعاني منها جاليتنا اللي المفروض انه نلاقي لها حل. هلأ اليوم انا وقت بدي احكي معك باللغة عارف كيف انا مثلا واحد من الناس بدي اتوجه لاهلنا واطلب منهم اذا فعلا نحن بدنا اولادنا يتعلموا عربي هذا التليفون مش لازم يكون عمالة يبث انجليزي نلاقي لهم برامج عربية يتابعوها. حلو. على التلفزيون مثلا اليوم اي تلفزيون في عنا كيبل موجود بكل بيت وكل بيت فيه برامج عربية نلاقي لهم لهودي الاطفال برامج للاطفال يتابعوها نحكي معاهم نحن عربي يعني ما يصيبنا مثل الحمصي اللي كل يوم يقول له لربه دخيلك ابعت لي صبي دخيلك ابعت لي صبي وامه عم تتسمع عليه بعد جمعة قالت له لك يا ابني اذا بدك صبي اول شيء تجوز. عارف كيف؟ يعني ما بالإمكان أنك أنت تطلب من أولادنا أنه يتعلموا عربي وأنت ما تأمنهم الجو ليك كل شيء بالسمع. اليوم مثلا أنا بعرف بأنه يمكن الولد ما يكون بيحكي عربي بس مهم جدا إذا حكيته بالعربي يفهم عليك لأنه هذه مقدمة فما عليك إلى أن نحل مشكلة المدارس نحل مشكلة. ما هذا اللي أنا طرحته أنه يكون في تعاون بين كل بكل ابناء الجالي ما انت قلت حضرتك قلت ابو عباس انه في امرار العائله ما قادره تامن يمكن لا مصاري ولا عند الوقت الكافي ترعى هالاولاد مين البديل في عندك المدرسه وفي مؤسسات الدينيه وغيرها مؤسسات الاجتماعيه صح. انا بدي اقول لك هي انه نحن مناش بالدرك الاسفل
لا لا ما عدا قال بالدرك الأسفل، لأنه في ناس كتير وقت اللي بتحكي عن الجالية العربي حلاننا ها هذه جالية بتشرف 100% ما حدا بتشرف وجالية فيها إمكانات وطاقات المفروض إنه بس نستغلها ونستفيد منها ونوجهها بالطريقة الصح، نوجهها بالطريقة الصح. اليوم أنا بدي أقول لك إنه إذا كل وحدة من هودي المؤسسات خلينا نقول الدينية عارف كيف أعطت ساعة بس لتعليم اللغة العربية من قبل العالم اللي بيكون موجود، يعني هذا اللي بس بيقرأ مجالس عزة ونحن بنحترم أو بيقرأ قرآن خليه يقرأ ساعة لها الأطفال لحتى نقدر نجيبهم على هالمؤسسات الدينية. في بعد، في بعد بين الشباب والأطفال والمؤسسات الدينية. يعني أنا مثلا مرة كان ابني بعده ولد صغير فوتوا على أحد المؤسسات، على إحدى المؤسسات الدينية، الصبي غلط ما شلحش صباطه وفات، وهذا صباته طاهر لأنه هو طاهر تماليكي، وهجموا لك ليش يا أربعة خمسة من هودي المؤمنين يا بيت الله تنهده. ولحبيبي ما علي شيء ها، إنه هذه الأرض إذا توسخت من نظفها، بس هذا الصبي إذا كره المؤسسة ما عش رح يفوت عليها، تماليكي خلينا نبلش نشوف كيف بالإمكان إنه نستوعب بعضنا بمؤسساتنا. وخلي هذه المؤسسات يا أخي من جملة الميزانية اللي بتحطها، خليها تحط لنا ميزانية لتعليم اللغة العربية. تعرف الأول معظم هذه المؤسسات معظمها أنا بعرفها وأنت بتعرفها تدرس اللغة العربية ولكن مدفوعة. يا خي عمالي نقول إنه نحكي معاهم كيف بالإمكان إنه نتجاوز هذه المسألة. يعني مثلا أنا شخصيا جاهز وانت استاذ علي وانت استاذ عباس وهذا حسين، فينا نشكل وفد نحن بدون ما نرجع لحدا يا اخي، ونطلع على هالمؤسسات ونشوف كيف بالامكان انه نعالج هذه القصه ونحكي مع الناس المسؤولين فيها ونبلش خطوه عمليه. وبدكم انا باخذ المواعيد ومنبلش. المهم انه نحن نبادر رح بنلاقي بانه في اجواء ايجابيه كثير. ما نحن موضوعنا تقريبا هي لنبادر لحتى نشوف، لانه المخاطر اكيد اذا بنقعد ننطر المخاطر تتوقع وبعدين نعالجها هيدي كمان بيكون في عنا خلل. نحن اساسا نحن عم انت عندك رؤيه وانا بعرف والاستاذ علي بيعرف وكلنا عنا رؤيه انه في مستقبل اولاد لقدام، بتقلي حيوصل لاعلى مركز بقول لك مزبوط، بس في خساره حينسى لغه الام اول شيء، زائدا مش بس هيك الاكثر الناس اللي يمكن عنا بيديربهم ما عم ياخذوا اولادهم على لبنان، عم ياخذوهم على كاليفورنيا وعلى لوس انجلوس، يعني حتى بالفاكيشن والمعترف عليه مثل ما انت قلت ناخذ ابني على وطنه يعلمه يمكن ارجيه لانه يعني وطنك رافض انه ينزل بس التكسات شويه لحتى العالم تقدر تاخذ تكتات. يعني هون يعني هون دور المؤسسات طبعا اجى وزير الخارجيه لهون واجى كذا وزير لهون، هاي المؤسسات كان دورها تيجي نحكي كمان مع الدولة. طب مين بدي يحكي؟ أنا بدي يجي قله للدولة نزلونا للرسومات. ليش ما بنحكيش أنا وياك وهو طيب. وفي يعني كتير في مؤسسات الرسمية الموجودة ناس عليهم القدر والقيمة ها، وعلى رأسنا من فوق بإمكاننا أنه نحن بدل ما نضلنا نبعبع ونحكي نجي نقول طوع حطوا إيديكم بإيدين بعض ها، ونحن جاهزين لحتى نتحرك بأي اتجاه. أنا بعتقد بأنه على طول الإنسان عدو اللي بيجهله، فما ليك بس تطرح اللي بتعرفه رح بتلاقي ناس كتير بتتحوكم حواليه. بس إذا أنت بتضلك بتحكي وبدون ما حدا يبادر، فما ليك يعني اليوم نحن إذا ضلينا نحكي عن إنه هذه اللغة ها مش قادرين نحصلها، وأنا بعرف إنه برامج كتير تناولت هذه المسألة، أنا شخصيا يمكن اندعيت على أكثر من مقابلة وحكيت وإلى ما هنال، بس نحن قادرين انه نعالج هذه القصة مش بالضرورة بعصا سحرية. كل شيء يا اخوان هو بالتراكم، الثقافة بالتراكم، الصحة بالتراكم، العافية بالتراكم، تجي شيء ورا شيء. بس خلينا انا دعوتي الوحيدة اذا بدكم يصير في لغة عربية ويصير في دار للعجزة ويصير في عنا نهضة، خلينا نطلع على الامور بإيجابية وخلينا نحب بعض وخلينا نحب مصلحة بعض. بكرة نحن جايين جيبها من الآخر دقيقة بس لحتى جيبها من الآخر انت هاي اليوم مثلا نحن هاي قد نطرع بدي أنا يضوي على هالنقطة بس إذا بيسمح لي المخرج إنه اليوم مثلا نحن بيكون في عنا يا خي موقع معين شاغر بيكون بدهم واحد أو بيكون بدهم اثنين، خلينا نضحي كرمال بعضنا ننقي الأحسن فينا
لحتى لي يتبوأ هذا. هلا انت انت قلت كلمه حلوه كتير هلا يعني بس. كل كلامك حلو بس هلا انت قلت كلمه وهي مغزى مغزى الموضوع بالجاليه كلها بغض النظر عن اللغه هي يحبوا بعضهم. ايوه بس. خلينا بس انه نتفانى في سبيل بعض منلاقي انه كلتنا منوصل في فرص بهالبلد كتيره لكل الناس بس اذا بامكاننا انه نفهم كيف بالامكان انه ننسق جهودنا ونحب بعضنا ونشبك ايدينا بايدين بعض لحتى لنوصل. وغير هيك منقسم بعضنا، صوتنا العربي بيتقسم، ها جهدنا العربي بيتقسم، جهدنا على كل المستويات بيتقسم، ما بيوصلنا لمحل. نحن قوايا طالما نحن مع بعض، طالما نحن منحب بعض. بس نحب بعض بنصير كلتنا نحكي عربي. وانا برايي اذا ما منحبش بعض مش ضروري نحكي عربي، لأنه العربي هو لغة النبي، وقال أحبوا بعضكم بعض وخليكم تحبوا لغيركم مثل ما تحبوا لأنفسكم، مش هيك؟ فإذا نحن منحبش بعضنا شو بدنا بالعربي؟ نحن منستاهل العربي وقت اللي منصير نحب بعض. طبعاً ليش كمان ما بتقوموا مش عنك أنت؟ ليش حسب يعني حسب نشاطاتك أنت ونشاطات أكيد الدكتور وكلنا بنعرف مش نحن قاعدين بالجالية يعني مش بعاد، انا ما جاي قاعد باب نورس وجاي عم حاور ابناء الجالي يعني الدكتور علي ولا زهير ولا اي شخص تاني، مع اكيد محافظ الالقاب يعني نحن عايشين بالجالي وبنعرف انه في خلافات في ما بعرف ليش يعني مع العلم انه ما في عندنا شيء نختلف عليه هون، لا بترول ولا كهرباء ولا 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 شيء يعني ولا مي. صراحة خلينا نحكي منطقي، ما بتحكي مع مؤسسة إلا ضد مؤسسة، تجمع ضد تجمع، فلان ضد فلان، هو نحن طلعنا لايف صار كل العالم تطلع ضدنا، ما بعرف ليش يعني شو القصة شو في هون بديربون شو في بديربون قصدي يا أخي حتى نكتشفوا هذا يا عباس يا حبيبي حط شعارك والضد يظهر حسنه الضد إذا أنت ما كانش في ناس مقابلك ما بينعرف من اللي منيح فيكم، عارف كيف؟ خليك أنت الأحسن، المهم اشتغل صح. اشتغل صح. كيف شو ده هلا شو في عنا نحن الدور دورنا لإعادة نشر اللغة بشكل عام. اللي عم نعمله حاليا كمبادرات فردية مثل ما سبق وقلت إنه عنا المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون عم يقوم بنشاط غاية منه إثراء وإحياء وإنعاش اللغة العربية. عم نعمل مبادرة فردية، وهلأ كمان بدي أرجع أكرر الدعوة لمن يسمع لمن يرغب، عاملين بكرة يوم السبت 2:00 مؤتمر حول اللغة تحت عنوان، وهذا كتير العنوان شيق، الهوية العربية الأمريكية، التعليم بين التحديات والتوقعات. رح يشارك فيها أنصلنا العام ست سوزان، الأنصل العراقي العام، الأنصل اليمني، رح يشارك فيها القاضي سالم سلامة، رح يشارك فيها الأب جورج شلهوب، الشيخ إبراهيم كزروني، والسيدة نوال حمد. بكرة 2:00 to 5:00 بمدرسة يونيفرسال أكاديمي بديترويت. أتمنى اللي بيحب أكيد شارك. يمكن أعزائنا المتابعين سمعتوا الدكتور عجمي وجه دعوة لكم جميعا، مثل أكيد بدأ في عندك كلمة أخيرة. أقولي بس بدي أثني على الجهد اللي عم تبذله بإظهار ما يتمر به الجالي من أزمات ومشاكل، والإضاءة على سبل إيجاد الحلول لها. بالنهاية نحن دكتور يعني إن كان أنا ولا حسين ولا أي إعلامي بهذه الجالية أو أي ناشط حتى بحب يسأل الأكبر منه والأعلم منه بهالأمور، بأمور الجالية وبغير الجالية، لحتى نستفيد ونفيد الآخرين. أبو عباس أنا عندي كلمة فضل. أخيرة بس كلمة وجدانية بأمرك، أنت بحق لك تقول اللي بدك إياه معي. لك أحد رجالاتنا الكبار بلبنان مرة عمل رزنامة حط عليها لوحات متعددة، من جملة هودي اللوحات ما تقلي قال للعالم تعالوا حطوا حمراء. من جملة هودي اللوحات في لوحة كلها سواد عتم وتحت حاطت شمعة صغيرة راسم شمعة، وهذه الشمعة عمالة تحكي مع العتم، هذا السواد اللي بلفنا على طول، بتقول له لهذا العتم أو بتقول للناس، بتقول قد لا أستطيع أن أكشح عن هذا العالم ظلمات الجهل والكفر، لكني سأبقى المعيار بين الظلمة والنور لحتى يقولوا العالم هيدا ضوء وهيدا عتم، مش هيك؟ خليكن أنتوا الضوء
بهالعتمة اللي بتلف فينا، لأنه إذا أنتم طفيتوا بعيش في مجال لحتى لنقول شو هو النور وشو هو العتمة. والله أستاذ منبر يا أبو زويل، يعطيكم العافية. كلمة أخيرة أكيد للي بتحب، كلمة أخيرة أول شيء مش لحسين، للمشاهدين. المشاهدين ترك لي يا لحسين، عم تقول له دعاية وصلنا بدنا نشرجه. حبيبات قلبي كلهم، ايه؟ أنا بالنسبة إلي عائلتي مش هون بس هني عائلتي، أنا هيدي الجالية عائلتي. كل ما نجح ولد من أولاد هيدي الجالية بعتبر بأنه ابني نجح، وكل ما نجحت بنت بهذه الجالية بعتبر بأنه بنتي نجحت، والحمد لله هودي الأولاد كل يوم عمال يرفعوا راسنا، وكل يوم عم يحققوا إنجاز، وهودي الأولاد بيقولوا لك أنه مستقبلنا أفضل من حاضرنا وأفضل من ماضينا، وإن شاء الله رح بتشوفوا الأحسن بالقريب العاجل. وهذه الجالية ما تقطعوا الأمل منها، هذه الجالية مليانة خير، وهذا الخير قدر يعمر مؤسسات ما قدرت عليها بقية الجاليات. نحن في عنا مؤسسات مكلفة ملايين الدولارات من عرق الناس وتعبهم، وبعضهم الناس لحد اليوم كل ما دعيتهم على أي نشاط بيعتبروا إنه هو نشاط جاليوي وممكن إنه يكون مفيد لأولادنا ولمستقبلهم رح بتلاقيهم موجودين. وإذا واحد مين حقق نجاح بتلاقيهم عمال يباركوا لبعض مثل كأنه هذا الولد هو ابنهم. نحن هيك بهذه الروحية بدنا نتعامل مع مسائلنا ومع مشاكلنا، بس يصير في عنا هذه الروحية صدقوني مش رح بيكون في عنا مشاكل، لأنه عنا إمكانات وطاقات ممكن تحل المشاكل اللي بدك إياها، وبتعلم عربي وبتعلم إنجليزي وبتعلم أي لغة بدك إياها بالعالم. شكرا لك أبو عباس. أنا أبو عباس بحبه دايما بوزيتيف، يعني صراحة اللي حكيه كتير حلو وكتير أصعب شيء إنه يحبك عباس. لا لا كتير يعني منطقي. أنا النيجاتيف بالآخر. لا 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 لك لا لك ليش؟ لأنه رغم كل الشغلات اللي بيتفضل فيها أبو عباس وبيشوفها بالجالية وبيشوفها بأم العين، بس دائما بيحاول إنه يطغى على البوزيتيف فيها بشكل كتير حلو. يعني هذا اللي أنا عم بحكيه، ولكن هو بيعرف وأنا بعرف وكلنا بنعرف في عنا سلبيات وفي عنا إيجابيات بالحياة ككل على كلن. وأكيد أنا بدي أتشكر ضيفي سعادة الأنصل الدكتور علي عجمي السفير علي عجمي، وأكيد ناشط خينا حبيبنا أبو زهير، هني مسؤولين زهير علوية عفوا أبو عباس أبو عباس هني أكيد نحن ما بتبنى، أنا ما بتبنى آراءهم، هني عندهم آراء لألهم خاصة فيهم ونحن بنحترم آراءهم، ولا حتى واتساب ميديا نتورك كمان بتتبنى. نحن بس من أيد من منحب أنه دايما مثل ما تفضلوا دايما الإيجابية والشيء الحلو بمواضيع الجالية. أي شخص أو أي شخص بالجالية حابب كمان يطرح موضوع ويكون على هذا المنبر، نحن فاتحين المنابر لكل الناس للإصلاح فيما بيننا مثل ما بقولوا. في لك في شغلة كتبتها هلأ وحدة على الفيسبوك عجبتني فيها، قالت ما حدا مستعد يتنازل للتاني اللي من يلي من عم يلي عم نشوف. بس هذا الحكي منه مزبوط لحد لك، بس هي هيك قالت مش أنا. في عنا تجربة بكريسوود، ايه؟ أنا بعرف واحد من الشباب أصحابي مش رح سمي اسمه، ابنه كان بده يترشح على 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 المجلس التربوي، وقت اللي عرف بأنه في واحد تاني أكفأ من ابنه بيترشح على المجلس التربوي قام حكى مع ابنه، وابنه تنازل وقدرت البنت اللي نزلت على على المجلس التربوي تحقق الرتبة الأولى بين اللي كانوا مرشحين. نحن بس نصير نحس بأنه المصلحة العامة أكبر بكتير من مصلحتنا، أكبر من مصلحة زهير علوية وعباس وعلي عجمي مع حفظ الألقاب وحسين، فساعتها نحن منبلش نحط الخطوات الصح على الطريق الصح. حبوا بعضكم. هذا كله تحية لكم. أكيد بدي أشكر بيج مايك مايكس يوز أوتو بارت أكيد لرعايته لهذه الحلقة. بدي أشكركم لكم، يمكن عفوا ما أخذنا كتير أسئلة من الناس، إن شاء الله بمواضيع تانية بنقدر نستضيف أبو عباس وكمان دكتورنا يلي نستفيد منه نحن دايما. يعطيكم العافية، بنشوفكم أكيد جمعة الجاي بموضوع جديد، خليكم معنا.